بحضور معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، انعقدت أعمال مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجية السادس في مملكة البحرين. هذا وقد أكد معالي رئيس مجلس النواب في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أن مملكة البحرين تولي أهمية كبرى في دعم المجال الاقتصادي والاستثماري، انطلاقا من إيمانها الراسخ بدور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني والشريك الأساسي في عملية التنمية. في إطار حرص مملكة البحرين على دعم مجال ريادة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، انعقدت أعمال مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي السادس، والذي حمل عنوان مستقبل حاضنات الأعمال في الخليج، الاستدامة والتطوير والدعم المالي. المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذلك متناهية الصغر هي العمود الفقري لأي اقتصاد. الحمد لله مملكة البحرين يعني تدعم هذه المؤسسات، أما من خلال البرامج التي تقدمها تمكين، وأما أيضا من خلال توفير دعم الحكومة بأن يكون لها أولوية في المشاريع التي تقوم الحكومة بترشينها. طبعا هذا المؤتمر احنا يعني نحرص عليه بشكل سنوي، لأنه هو مهم أن احنا يخلق تعاون ما بين رواد الأعمال على مستوى الخليج، يفتح فيما بينهم أن يكون في تبادل في الأسواق، يفتح فيما بينهم أن يكون عندهم معرفة وتبادل في مثل ما تقولين التبادل التجاري اللي احنا نبحث فيه من خلال تجمعنا الخليج الحالي. يعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال قطاع الحاضنات ومسرعات الأعمال، والتشجيع على ريادة الأعمال لخلق فرص حقيقية أمام النمو التجاري المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني. مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر تأكد حرص حكومة مملكة البحرين على تطوير قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا طبعا يتجلى في رئاسة سعادة وزير الصناعة والتجارة لمجلس تنمية مؤسسات صغيرة والمتوسطة بعضوية عدد من الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في المملكة. سعيدين جدا بمشاركتنا مع البي دي اس ام اي على أساس أن نقدر نسلط الضوء على حلول صادرات البحرين، وشلون نقدر ان احنا نوفر البيئة الملائمة والحلول الموجودة على اساس ان نقدر نساعد الشركات اللي تحت الحاضنات والمسرعات. هذه النسخة من المؤتمر ستكون الأخيرة بصبغتها الخليجية الحالية، وسينطلق من العام المقبل ليكون مؤتمر الحاضنات العربية، وذلك لاكتساب الخبرة وتبادل الأعمال على المستوى العربي. يأتي مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال السادس الخليجي في مملكة البحرين ليجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين لتبادل الأفكار ودعم قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.